حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا أو تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صندوق العمل تمكين. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. إذا ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في حصول تمكين على جائزة أفضل بيئة عمل من منظمة عالمية؟ مساء الخير. بالبداية نشكر تلفزيون البحرين على تسليط الضوء على حصول صندوق العمل تمكين بجائزة أفضل بيئة عمل التي تمنحها منظمة Great Place to Work. طبعا هاي المنظمة تعتبر واحدة من أكبر المنظمات العالمية المتخصصة في تطوير بيئات العمل، واللي تقدم استشارات خاصة بتطوير رأس المال البشري في مختلف المؤسسات، واللي تتصدر كل سنة قائمة أفضل بيئات العمل في العالم. طبعا ولله الحمد تم منح هذه الجائزة لتمكين نتيجة لمؤشر الثقة واستبيان مراجعة الثقافة لكافة منتسبي فريق العمل للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم فيما يتعلق ببيئة العمل وأبرز العوامل الرئيسية التي تسهم في تقييم أداء المؤسسة بصورة أفضل. وحرصنا طوال السنوات الماضية على تعزيز بيئة عمل قائمة على عناصر عديدة، أهمها الإنتاجية والتميز، من خلال تبني سياسات تعزز تكافؤ الفرص وتشجع العمل المرن، بالإضافة لحرصنا على التدريب والتطوير المستمر للموظفين لضمان تحقيق النمو والتطور اللي ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية المؤسسة. وأكيد كل هاي بدعم من قيمنا المؤسسية اللي ترتكز على الابتكار وتعزيز الأثر الإيجابي والتعاون البناء بين أعضاء الفريق. طبعا في تمكين نؤمن بقدرة الأفراد على تحقيق النجاح والإنتاجية في جميع أدوارهم، لذلك ركزنا على خلق بيئة عمل صحية وممكنة للموظفين، واللي تعزز مبدأ الشفافية والمهارات القيادية. كما نؤمن بأن الموظفين هم الثروة الحقيقية للمؤسسة، ولذلك منحنا الأولوية لقياس معدلات رضا الموظفين اللي مكننا من خلق التوازن بين احتياجاتهم واحتياجات المؤسسة. ونقدر نقول أن هاي الجائزة تعكس التزام تمكين لبناء ثقافة عمل إيجابية ومثمرة اللي تمكن الموظفين من تقديم أفضل ما عندهم والمساهمة في تحقيق رؤية وأهداف المؤسسة. نعم سيدة إيمان، كيف سيؤثر حصول التمكين على جائزة أفضل بيئة عمل على خططها المستقبلية لتعزيز بيئة العمل ودعم الكفاءات الوطنية؟ طبعا حصول الصندوق على هاي الجائزة يشكل حافز لنا لمواصلة تبني السياسات اللي تدعم تكافؤ الفرص واللي تحقق توازن بين الحياة المهنية والشخصية. راح تدفعنا هاي الجائزة إلى إطلاق المزيد من المبادرات اللي راح تساعد على في تطوير مهارات الموظفين وتحسين أدائهم، واللي من دورها تعزيز إنتاجيتهم وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون. نعم. اللي راح ترفع من مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق أفضل النتائج. نعم السيدة إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.